الدرويش هاي 4500 4700 5000 درهم، تبغى المليح راه يفوت 5000 درهم. هاد العمره زيد 1000 درهم في الحولي. انا شايب عليا 5000 درهم، باغي ندير من عطريه وكذا، ما لقيتش حاجه غدير لي يا خويا، انا شادي 2500 درهم. العيد راه غسلنا، فهمتي؟ الناس مفروض عليه باش يشري حولي، لا الصلاة أهم لدين، ما تصليش بنادم، ما تعيب عليه حتى واحد، وهذا اللي غاسلنا فهمتي، بنادم تعيب عليك ما شريتش لولادك، كل اللي ما عندوش، الدرويش اللي خدام هنا ب 1000 درهم الشهر ب 500 درهم الشهر، يوجد لي باش غيوجد العيد ما غيوجدوش أولاد أخي، كون على غير ما غيوجدوش، الناس مسؤولين، تابعين حتى عبد الله حنايا، إما الكساب ما عليه والو، شاري 1000 تيخلص رزقه كاسب، عاد الكساب كاين الكساب تعرضوا للسرقة تمشي مغلمهم تيتسطاو كاع، مشينا السوق على غير المرخاص، ها رزقي ها هو ما لقيتش المرخيصة. احنا باغيين نشري انا باغيش ما بقيتش غير مرخيصة دير الصباليون دير فهمتي فهمتي الناس كنت الناس اش عندك عشت تسواق باك شفناش غتزلق عليه باك طلعت وليت انت دكتور المناصب ولاتية هادشي اللي كاين انا جايب عليا 5000 درهم باغي ندير من عطريه وكذا ما لقيتش حاجه غدير لي يا خويا انا شادي 2500 درهم الدرويش هاي 4500 4700 5000 درهم ها 6800 7000 درهم ها هي المليح دور صور لهم واللي بغى يتعلق فين يتفلق الله يسهل عليه ما غاديش حنا نقولوا ليه لا يجيب معاه 5000 درهم يدي حولي مزيان قل وقلت لك 2500 يشري بها خروف مزيان الله يهديك لا بغى يقنع بغى المليح راه يفوت 5000 درهم هاد العمره زيد 1000 درهم في الحولي وراه ربي عطانا ديك الشتيوة نزلت ديك الشتيوة ديال رمضان هي اللي عاود رخصات شويه السوق كون بقى لها الاثمنه ديال قبل رمضان وفي رمضان راه الناس عخروف كيقول لك 7000 درهم 8000 درهم راه كلشي عارف هاد الشيء واش كتصنتوا لي ولا لا؟ اه بلاد ما كان كيقول ما احنا ما بغيناش هاد العيد الله ياخذ الحق فيك اه راه بنادم ولا كيشوف كيقول ما بغيناش هاد العيد حنا بنادم كان غادي واحد الثمن خيالي الحمد لله ربي كلشي قريب يا كانوا حبسوا الحمامات حبسوا كلشي ربي رحمته قريبه والبركه ديال الله هادشي على البركه ديال الله على البال داك العام ياك الناس الاخرين كاين اللي كاع معيد ما لقاش الحولي الحولي راه وهاد الحولي مالو راه الشيط راه البركه ديال الله السوق غالي ديال النواحي ديال الدار البيضاء الاقرب عندك حد السوالم عندك هنا ديال المديونه اللي بغى يشري الحولي رخيص شويه يخرج على الدار البيضاء هاي القرخه مول 26 يعيد مول 30 يعيد مول 40 يعيد مول 50 يعيد مول 60 يعيد مول 100 يعيد فهمتيني دابا هنايا مزيوده في الحولي هنا النواحي ديال الدار البيضاء كاين الحولي هنايا مزيوده 20000 30000 ومقارنه مع الاسواق الاخرين طايحه في الحولي 8000 10000 ما بين 10000 8000 ريال اللي طايحه في الحولي وما الدرويش كله يعيد ها ما يتخلع ما والو راه كلشي يعيد